سؤاله الثاني، ما الذي يمكن أن أفعله لزوجته فيما يتعلق بالصدقة وغير ذلك؟ أفضل ما يهدى إلى الأموات الدعاء لهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فأفضل ما يوصله إلى أمواته بعد موتهم هو أن يدعو لهم، فليجتهد في الدعاء لهم. ومن يعني اجتهد في الدعاء فاز هو بالأجر والثواب، وملك وبملك يقال يقول له ولك بمثل، وفاد صاحبه بما نفعه به من الدعاء. وأحمد من ليبيا، وإذا كان عليها حقوق أو عليها التزامات فليقضيها، فهذا مما ينفع الميت أيضا.